Association Ishara, Association Cinéma de la Médina, avec le soutien de UNICEF, Bureau de Tunisie, UN Partnership to Promote the Rights of Persons with Disabilities, en collaboration avec Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, Handicap International, et de nombreuses autres personnes qui ont participé à la préparation et réalisation de ce projet, présente Tunisie Nouvelle, Tunisie Inclusive. Mon droit à l'éducation, ma réussite. L'histoire de Molhem. جلال العياري مدير مدرسة حي النجاح الدامجة بمنزل بورقيبة. احنا دخلنا في منظومة الإدماج من وقت اللي وضعته الدولة. تبقى ما كانش أمور ماشية كما يلزم لحد ما عملنا شراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة. وكانت العملية انطلقت أن حسسنا الأولياء، حسسنا الأولياء التلاميذ هذوما، ثم حسسنا الأولياء الآخرين اللي كانوا يرفضوا أن ولدهم يقرأ مع طفل في وضعية إعاقة. شركنا الأطراف الكل بما في ذلك الإدارة نتاعنا، المندوبية الجهوية للتربية، مندوبية الصحة، الشؤون الاجتماعية، لسبيسياليستك لزيغكوك العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الطبيعي، الكل شركناهم، المنطقين والكل، وانطلقنا في مشروعنا ابتداء بتكوين المعلمين اللي هما كانوا ما عندهمش حتى دراية، ما عندهمش حتى أدوات للتعامل مع هكذا أطفال في وضعية إعاقة. الطفل ملهم ستيفي اللي جانا المدرسة بعد ما كان في عزلة تامة مع في عائلته، معناها حتى الوصول لسن 10 سنين. أنا واحدة من الناس خفت منه، كريتو كيفاش ما يحركش يديه، ماهوش معناها كي تشوف تقول ماهوش تلميذ باش يقرا. كانت مغامرة منا نحن بصفة عامة، خاطر حتى المتفقد معناها من الأول ما كانش متحمس للعملية نتاعو، لأن ولدنا ملهم يعني عنده إعاقة عضوية وإعاقة كذلك في النطق، وعنده ليجين روتار مونتال. تبدلت حياة ملهم ولا يعمل على روحه، مثلا أحيانا بفيق الصبح يعني بيكون جوعان مش يفطر، كيفاش بيعرفش يكتل وياكل وجبة فطوره، ما يحبش يفطر خاطر لأنه يحب يلحق تحية العلم. بعد بشوية ولا يحرك يديه، بلو كان جينا معنا استعملنا له كرسي ما حبش، خذا مدة يجي على الكرسي، وبعد ولا يطالب، هو يحب يبقى في طاولة مع أصحابه، ويحب يخرج للصبورة، ويحب معنا يحضر تحية العلم. بشوية بشوية ولا يحرك يديه، ولا يرفع صبعه، ولا يشد التباشير، ولا معنا يحاول باش يكتب عدد حرف، يتبع شفويا تبارك الله عليه، يحفظ كل شيء. ونجح وارتقى من السنة الأولى إلى السنة الثانية ب 15 معدل. عيط لي هو، قال لي بابا شبيك؟ قلت له ما عنديش مفاتيح. هي خلي أنا نحل لك. تنجم؟ خليني نجم. طلع من الباب، مشى الباب الحديد، مشى على ركايبه، مشى الباب الحديد، عملوا هاك حل لي الباب. وقتها أنا بيني وبينك يعني صابني شعور. بالنسبة لي أنا ما نخرجش كلام ذا للراحة البر على مولهم، باش ما يبقاش واحد، وخاطر أمي باش يبقى واحد. كيفاش؟ وأنا بشكر كل يعني إدارة المدرسة بصراحة على دور كبير للمرة الثانية، وسي جلال بالذات، فهمت كيفاش؟ عاوننا برشا، فهمت كيفاش؟ الرجل وعم يخدم خدمته صح. Cette vidéo a été réalisée par Association Cinéma de la Médina, Association Ishara, en collaboration avec Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, Handicap International et de nombreuses autres personnes qui ont participé à la préparation et réalisation de cette vidéo.
avec le soutien de UNICEF, Bureau de Tunisie, dans le cadre du Partenariat des Nations Unies en Tunisie pour la promotion des droits des personnes handicapées, UNPRD. Nous tenons à remercier particulièrement Molhem, Emna, Hussein, mais aussi Mohamed, Ahmed et tous les élèves de l'école primaire inclusive Hainajah de Menzel Bourguiba. Les familles des enfants qui nous ont accueillis chaleureusement chez eux et qui ont accepté de nous raconter leur histoire. Jalel Ayari, directeur de l'école Hainajah, et les enseignantes qui nous ont parlé de la réussite scolaire de ces élèves. Le ministère de l'Éducation, en particulier la direction générale du cycle primaire. Sans toutes ces personnes, ce travail aurait été impossible.